يكتب بقلم كأن مداده من ماء البحر. رائحة الملح والأسماك تخال رائحتها تنبعث بين أوراق روايته. ومن أبطالها هو رجل أغرقه البحر إلى العنق فصار ملهمه وصديقه الودود. إنه الروائي سعيد شمشم ابن مدينة جيجل. البحر بالنسبة إلي هو أنا الموجود أمامك، لأني من أب صياد محترف وأم في مرحلة ما من تاريخ الجزائر كان الشعب الجزائري يعيش في حالة من الفقر الكبير المدقع، وكان أغلب قوتها هو من البحر أي من السمك. رجل أفرزه البحر، قد يكون هو بالتمام والكمال، يعرف خبايا البحر والصيد وأغوار الأعماق ليبدع أدبا بلون أزرق زرقة البحر. أنا لا أذكر يعني بالضبط في أي وقت أو في أي زمان نشأت هذه النزعة، لأني اكتشفت في الأخير أنها كانت موجودة قبل 67، يعني قبل الرواية الأولى. ورطة الكتابة الأولى صنعتها الأقدار صدفة، ومن الغرابة أن مشهدها كان صحراء لا بحرا. في صيفية 67 رجعت إلى أرض الوطن والماء أعد مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية، وأتممت هذه الرواية هنا في الوطن ونشرت في جريدة النصر في السنة الثانية لتعريب جريدة النصر في سنة 73. أما أمنية عمي سعيد، 69 سنة، ماذا تريد من الإنسان يعني أمل؟ صحة وعافية وغفر من الله سبحانه وتعالى. 69 من العمر مرت هكذا بين القلم والكتاب واستفزاز الحروف والكلمات. وباختصار قصة حياة رجل يعشق البحر بعنوان رجل أفرزه البحر.